FM. الكلمة ليك. هذا البحثية في استوديو السيد عبد الوهاب بلوم ممثل عن قائمة نداء تونس بلدية قليبية الدائرة الانتخابية نابل واحد. مرحبا بك سعد الوهاب. شكرا لكم على الاستضافة. مرحبا بك سيدي. في البداية سي عبد الوهاب كان تقدم ولا تعرف عن نفسك. أنا عبد الوهاب بلوم عضو قائمة نداء تونس، هي قائمة على 3 المترشح للانتخابات البلدية. القائمة هذه تتضمن مجموعة من الإطارات السامية من أهالي قليبية. حاولنا باش تكون القائمة هذه ممثلة كافة القطاعات، كنشوفوا القائمة تشمل تقريبا كافة القطاعات. حرصنا على تكون القائمة معنا تمثيلية مدينة قليبية، نلقاو من بين أعضائها من سلك التعليم، من المهندسين، من سلك التعليم العالي تتضمن 2 أساتذة جامعيين، كيف من قطاع الصحة، من قطاع الحقوق، كيف تتضمن أيضا مختصين في البيئة ومهن حرة وحتى شؤون الاجتماعية. القائمة هذه حرصنا باش تكون متوافقة، وافقوا عليها المجلس نتاع القائمة الكل. تترأسها السيدة رفيعة الإمام. السيدة رفيعة الإمام هي شخصية مرموقة في قليبيا غنية عن التعريف، مش أنا باش نجي معناها باش نزيد السيرة الذاتية موجودة. السيدة رفيعة الإمام هي مختصة في الحقوق، تقلدت عديد المناصب طيلة سنوات، عملت كمديرة بوزارة المالية، كمديرة عامة مصالح مشتركة بوزارة التعليم العالي، وكاتبة عامة لوزارة الشؤون الخارجية. أيضا تم تكليفها بمهام سفيرة في سويسرا، ولها تجربة طويلة جدا، وتجربة أيضا عن طريق التعاقد في ميدان الحوكمة الرشيدة. هذا القائمة هذه سيدة قلنا شخصية مرموقة، لها خبرة دولية أيضا في الحوكمة رشيدة. احنا حددنا في القائمة هذه أهداف، مجموعة أهداف، وكيف ضبطنا برنامج بعد الإنصات إلى المواطنين وملاحظات الناس كل، وتم الاتفاق على البرنامج هذا بين أعضاء القائمة، قائمة نداء تونس، قائمة عدد 3. شنو المحاور نتاع مشروع برنامجكم الانتخابي؟ المحاور احنا اختصرنا على 4 محاور، لكن كل محور يتضمن عدة عناصر. الأهداف رسمنا أهداف عامة، ونرجع لك بعد البرامج. أهداف العامة هذه قلنا احنا تحسين وتطوير الخدمات البلدية، كما تعرفوا البلدية هي ما هي إلا إدارة كالإدارة الأخرى. قلنا سنسعى إلى تحسين الخدمات، نوعية الخدمات مقدمة من قبل البلدية. هدف آخر هو خلق وتشجيع المشاريع لأجل التنمية والشغل، وفكرنا في التنمية، تنمية المدينة، تنمية الإمكانيات والشغل، إذا كان نجم نقدم حاجة للشباب دونك باش نسعوا في الاتجاه هذا. كيف في إرساء علاقة تشاركية في إطار الحكم المحلي، وهي تشريك المواطن في إبداء رأيه وحضور اجتماعات وتقديم اقتراحاته. سنعمل أيضا على توطيد الثقة أو إعادة الثقة بين المواطن والبلدية، وسيتم العمل وفقا لمواردة بالدستور هو على العمل بمبدأ الحوكمة الرشيدة، وهي التي تعني الشفافية والنزاهة، ثم المحاسبة أو المساءلة. المحاسبة تشكون معناها؟ محاسبة المسؤولين في البلدية، كل شخص قام عنده مسؤولية ممكن للمواطن في إطار الديمقراطية التشاركية هذه التقدم باقتراحات وتسائل، يقدم مطلب طلب في يتسائل عن كيفية إنجاز مشروع من عدم إنجازه. تويكا نمشي لك للبرامج. برامج احنا تويكا في النقطة الأولى سنعطي أهمية قصوى للعناية بالبيئة والتنظيم العمراني، كما الناس كل تعرف اللي مش حتى في قليبيا برك، في جل في كافة في أغلب البلديات هو مشكل النظافة مطروح بشدة. دونك سنقوم بالعناية بنظافة الأحياء والمرافق العامة ومتابعة سير عملية التنظيف في المدينة. سنسعى أيضا إلى مراجعة منظومة رفع الفضلات بالمدينة. كما تعرف زاد فما التوسع العمراني، اكتساح البناء الفوضوي او اكتساح مناطق. شنو واش تعملوا فيه البناء الفوضوي؟ البناء الفوضوي سنقوم بمتابعه البناء الفوضوي، نشوفوا اذا كان فما امكانيه التسويه نسويه، اذا كان فماش امكانيه التسويه دونك نلقاو طرق لمعالجه الوضعيه هذه. بما يخص الاسواق المركزيه. الاسواق المركزيه احنا قلنا توك الدنيا تطورت، يجب العنايه بالاسواق المركزيه. ثم تعرفوا كابا فام نتفكر قبل جيتوا قليبيا وعملت زيارات في السوق الأسبوعية في قليبيا، سنحاول إيجاد حل للسوق الأسبوعية اللي هي
شكلت نقطة ضعف في الاختناق المروري اللي موجود كما تعرفوه انتم. انا متاكد حضرت مره معاكم في الاختناق المروري بشارع علي بن الاكتظاظ. الاكتظاظ والاختناق المروري سنحاول باش نقلوا، ربما اذا كانت توفرت لنا الامكانيات سنحاول بطبيعه بعد اجراء دراسه نقله السوق هذا الى ضواحي قليبيا بطبيعه هذا يخضع للدراسه والمشروع ما نخمو فيه بجديه. بس يا عبد الوهاب خلينا نحكيوا هنا نحكي معاك على بخلاف البناء الفوضوي نحكي على الانتصاب الفوضوي، خاصه انت حكيت على السوق المركزي امام السوق المركزي بطبيعه في قليبه ولا حتى المسلخ البلدي، شنو باش تعملوا معاهم الحاله هذوكم؟ الانتصاب الفوضوي احنا باش نحاولوا ناثروه الانتصاب الفوضوي. كيفاش؟ باش نحاولوا مثلا نجمعوهم في ما في منطقه باش نحاولوا نساعدوا، مش نقل مش نخليهم مش احنا تو الهدف نتاعنا هو إرساء النظام التنظيم والنظافة والعناية بالبيئة بصفة عامة. انتصاب الفوضوي سنتعامل معه سنعالجه بالقانون ونحاول باش نلقاو حلول. نجمعوهم في منطقة في ما نعرفش أنا في المهم نلقاو حل، مانيش لن نهملهم. واضح. نفس الشيء سنضع حد للتلوث البحري. وسنقوم باتخاذ القرارات لحماية الشواطئ ومنع اكتساح البناء الفوضوي للشواطئ والفوضى كما تعرفوا الناس كله، هو ذا مشكل عام راه مش في قليبيا برك، عام في الجمهوريه. بما يخص مدخل مدينه قليبيا، مدخل مدينه قليبيا شنو تقصد بيه؟ معنى اش بيه مدخل مدينه قليبيا؟ المدخل برشا برشا ناس كي يدخل مدينه قليبيا سي عبد الوهاب ما يعرفش وقت اللي يوصل هو ما يعرفش الدخله نتاع قليبيا اسكو قبل القنطره ولا بعدها. مدخل مدينه تقليبي ما فماش حاجه واضحه للمدخل، هو فما اشاره تقول مدينه تقليبي ترحب بك، احنا سنحاول نوضح الاشاره هذه، وفما الروم بوان قدام المعتمديه هذاك هو مدخل، احنا باش نحاولوا نزيدوا ننظموه وربما ارساء اشارات للتوجيه للمواطنين واللي داخلين، هذا زاد في داخل في برامجنا. اعاده تنظيم ايضا المثال المروري بالمدينه. نحب نقول لك رانا مش باش نمشيو هكاك، معناها كل شيء باش نعملوا به دراسه دراسات وباش نستشيروا الناس الكل وسناخذ بالملاحظات اللي نشوفوها قيمه ولا نجم تعاون اي مشروع. كيف كيف سنقوم بالعنايه بالفضاء الخضراء بالمساحات الخضراء، سنعطي اهميه ايضا الى احداث المنتزهات والحدائق العموميه والفضاء الترفيهيه بصفه عامه في مدينه قليبيا. تعرفوا مدينه قليبيا اللي هي مدينه شاطئيه ساحليه جميله، سنحاول محافظة على جمال المدينه هذه وتنظيمها وخاصه التنظيم وتاثير الناس كل معناها الانتصاب الفوضوي ولا المحلات الى اخره. انت جبت لي على وضعيه الاسواق الاسبوعيه، اذا احنا نوعد المواطنين قليبه بحول الله مش وعد وسيشوفوا اللي باش عمل من بعد تنفيذ هو معالجه، سيتم معالجه وضعيه الاسواق الاسبوعيه وظاهره الانتصاب الفوضي. مانيش باش نتعسفوا عليه، باش ننظموا معناها ببساطه هو التنظيم. فوالا. كيف كيف زاد نحب نعطي كلمه لهنا فيما يخص هو الفضاء المخصص لاجراء مناظرة رخصة السياقة. سيتم هنا تأهيل الفضاء، كان تعرفوا انتم كيفاش جزء يتم فيه المناظرة بتاع رخصة السياقة وجزء يتم فيه الانتصاب بالسوق الأسبوعي للخضر. دونك أصحاب السيارة التعليم هم يلقاو قلق في إجراء المناظرة ولا تدرب في هذا الفضاء، خاصة يوم الاثنين ويوم الأحد هو سوق أسبوعي يوم فقط. لاحظنا هنا ينجم يتواصل حتى ثلاثة ايام، هنا ان شاء الله سنتدخل بالتنظيم وبالاجراءات حسب القانون ومش كيما قلت لك مانيش باش نتعسفوا، سنؤثر الناس كل سنعمل بجد. سي عبد الوهاب خلينا نحكي معاك هنا على المنشآت الرياضية ولا الترفيهية للشباب والناشئين. معناها للشباب والناشئين هم الأطفال. هل فما في المشروع البرنامج نتاعكم فكرة أحداث معناها خلينا نقول أنا منتزهات ترفيهية للشباب وإلا خلينا نقول أنا منشآت رياضية كذلك؟ احنا ما تعرف عندنا فريق كرة الطائرة، عندنا زاد فريق في كرة القدم، دونك احنا نولي عناية خاصة بالشباب والأطفال زاد كيف كيف، سنبرمج احنا ديجا قمنا بدراسة باش نعملوا فضاءات رياضية، ملاعب رياضية، ملاعب أحياء. احنا عندنا بعض ملاعب الاحياء لكن سنسعى، راهو مانيش نحل في الجنه، سنسعى قلت حسب الامكانيات اللي تتوفر وبالتنسيق مع السلطات المركزيه مع الوزارات المعنيه، سنسعى الى مضاعفه او الرفع في عدد ملاعب الاحياء.
بما يخص السياحة أيوة. الترويج للسياحة في قليبيا، هل فما حاجة عندكم في البرنامج هذا بما يخص برنامج الموضوع هذا؟ هي قليبيا معروفة هي مدينة سياحية، احنا سنقوم بتنظيم طرق، بتأهيل طرق سياحية، سنقوم بالعناية بالمناطق الأثرية، الجهات الأثرية، كيف نحاول احداث مسالك سياحية حول المعالم هذه الأثرية، حتى والهدف عندنا هدف زادة هو تشجيع السياحة الثقافية هذه في المعالم تاع المناطق الأثرية. وكما قلت لك سنقوم بإفراد خاصة الشاطئ، الشواطئ قليبية والطرق السياحية ببرنامج خاص، برنامج وحده. هنا سي عبد الوهاب نخلي لك في أقل من دقيقتين، في أقل من دقيقتين نخلي لك كلمة توجهها بالطبيعة للمواطن التونسي باش يمشي لمراكز الاقتراع. نحكي هنا على الدار الانتخابية نائب الواحد عن بلدية قليبية وعلاش ينتخب قائمة نداء تونس. بربي قبل من تعديلك نحب احنا الافاق نتاعنا هو سنسعى بتبيع برئيس القائمه بكل جهد وقول وعمل في وتحمس بكل جديه. سنقوم على تطبيق القانون بالعداله المطلوبه. سنجعل قليبيا ان شاء الله مدينه يطيب فيها العيش وفضاء للتنميه في جميع المحلات الاقتصاديه والثقافيه والاجتماعيه والرياضيه وفضاء علم. انا ادعو من هذا المنبر نتشرف باش ندعو كل اهالي مدينه قليبيا على القدوم بكثافة يوم الاقتراع يوم 6 ماي واختيار انتخاب قائمة نداء تونس. القائمة عدد 3، راهي نداء تونس فيها رئيس قائمة معروفة وهي شخصية مرموقة جدا وهي تتمتع بتجارب عديدة في التسيير الإداري والمالي وعدة ميادين، كيف معها ثلة من إطارات السامية من مدينة قليبيا، من مهندسين، من رجال تعليم، من مهن حرة أيضا، من النساء. وش لو فما علاش قلت لك أن القائمة بتاعنا هي تمثيلية، احنا نعتبروها تمثيلية أكثر حسب رأينا، أكثر قائمة تمثيلية. ولهذا أنا ندعو بكل لطف بتبيعة كافة أهالي مدينة قليبيا لاختيار قائمة نداء تونس القائمة عدد 3 يوم الأحد. أدعو من أكد عليه مراول الانتخاب هو واجب، ندعوهم باش ينتخبوا قائمة نداء تونس. واضح، شكرا لك السيد عبد الوهاب بلوم أكيد ممثل عن قائمة نداء تونس بلدية قليبي عن الدائرة الانتخابية نبل ويح. كابا فان الكلمة ليك.